لم تشهد الواجهة البحرية بمدينة جيجل منذ سنوات مثل هذا الزخم الذي تعيشه هذه الصائفة. الواجهة البحرية أو ما يطلق عليه الجواجل بومارشي، لقد صار هذا المكان أجمل شرفات جيجل وملاذ كل زائر حل بعاصمة الكورنيش. ما شاء الله، تريح 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 قلبك بعد يريح. شغلنا راه عندنا فيش لبخويا. الواجهة البحرية هذه بلاصة زينة ياسر، كل عام نجو لها وتعجبنا البلاصة هذه ياسر. سنة كل الأرقام، شرفة عاصمة الكورنيش على البحر هكذا لا يليها، ومع كل صبح تستعد